ايه كمان كم شهر كده تقولي لا ده في اعداد غفيره حصلت اكيد اخر اغسطس ان شاء الله, إن شاء الله باذن الله. مشاهدينا بعد الفاصل فقرتنا الاسبوعيه كل يوم ثلاث مجموعه من الشباب, يعني نستمر كده في طاقه الامل اللي خدناها من الفقره دي وامل اكتر كمان في عدد من الابتكارات اللي هتناقشها ايه مع حضراتكم بعد هذا الفاصل. خليكم معانا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية وفقرتنا الأسبوعية المعتادة اللي بنكون كل مرة حريصين فيها من بداية هذا البرنامج ان احنا نسلط الضوء على النماذج الشابة اللي حريصة دايما ان هي تقدم ابتكارات من شأنها ان هي تخدم وتطور هذا الوطن. النهاردة معايا اتنين من الشباب الباحثين في الجامعة المصرية اليابانية عاملين اختراع عبارة عن روبوت. هم اتنين روبوت الحقيقة ممكن ان هم بيساعدوا في مجالات كتير جدا. خلوني في البداية أرحب بيهم ونفهم منهم مشروعهم بيشتغل إزاي وعبارة عن إيه. أرحب في البداية بالمهندس محمود محمد مجدي باحث في الجامعة المصرية اليابانية, أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. والمهندس محمد جودة برضو باحث في الجامعة المصرية اليابانية, أهلا بيك. خلينا نبتدي بيك باشمهندس محمود, تمام. يعني اشرح لي بقى الروبوت بتاعك عبارة عن إيه وبيشتغل بإيه وممكن نستخدمه إزاي. تمام. إحنا الروبوت دوت هو عبارة عن فكرة مقترحة من الدكتور محمد فني اللي هو مشرف رسالة الدكتوراه بتاعتي. هو اقترح الفكرة دي, فكرة هو يمتلكها, لفكرة روبوت جديد بيجمع ما بين مميزات كتير ما بين الروبوت اللي موجود في الصناعة, يا اما روبوت تسلسلي زي دراع الإنسان بالظبط, يا اما روبوت متوازي. محمود ده هو المعروض على الشاشة دلوقتي. أيوة. ده الروبوت بتاعك بالظبط, ده في شكله النهائي مظبوط. ده بروتوتايب نفذناه عندنا في الجامعة. ده طبعا بيجمع ما بين مميزات الروبوت اللي هو التسلسلي دوت والمتوازي. ليه تطبيقات كتيرة جدا. احنا خدنا مميزات بقى بالفكرة الجديدة ديت, خدنا مميزات الروبوت اللي موجودة في الصناعة في الماركت دوت وقدرنا نجمع المميزات ديت. الروبوت ده ليه تطبيقات كتيرة جدا وليه امباكت مهم جدا في الصناعة. عملية الدهان, عملية اللحام, دهان ايه الحيطة ولا دهان دكر العربيات الحاجات بالظبط في بالذات في صناعة السيارات. الحاجات دي بتبقى محتاجة كواليتي عالية جدا عشان التصدير وعشان الكواليتي. طبعا العامل مهما عمل ما بتبقاش درجة الطلاء ثابتة, ولكن الروبوت طبعا زيرو ايرور. تمام. فده ليه امباكت حلو جدا في الصناعه. طب زيرو ايرور يعني هل مش وارد ابدا انه يعمل اي خطا خالص مثلا خالص ويتم خالص تصحيحه بعد كده؟ خالص. هو متبرمج على انه يعمل حاجه بالظبط. البروجرامنج بتاعه بيبقى السيت اب بتاعه ان هو بيقدر ينفذ العمليه دي 100% ايرور وكمان اكيورسي والريبيتابيلتي بتاعته ان هو يقدر يوصل. غير الطلاي باشمهندس, عمليه برضو التعبئه من على خطوط الانتاج الاوتوماتيك. الحاجات دي مثلا العامل ممكن يقف 24 ساعه ودي مشاكل كتير للعامل وكوست كتير على المصنع. التعبئه الاوتوماتيك, عمليه كمان اللحام. طب بس الكوست بتاع الروبوت ده برضو اكيد مكلف تكلفته, يعني بناء على الماتيريال او المواد اللي انت بتستخدمها في تصنيعه هنحدد تكلفته. يو ار رايت. الروبوت ده لو جه من بره مصر تكلفته عاليه جدا, بس احنا لو قدرنا نصنعه جوه مصر. طب انت مصنعه جوه ولا بره؟ احنا مصنعينه البروتوتايب, احنا عملنا تو بروتوتايب. بروتوتايب صنعناه جوه مصر تكلفته تقريبا ربع اللي بيجي من بره تقريبا, وصنعنا واحد في اليابان لان كنا زرنا اليابان فتره واحنا في الدكتوراه. طبعا تكلفته كانت لان الكومباريزون انت بتشتري برودكت من اليابان فاوريدي غالي. كفاءته بقى مختلفه اللي صنعته في مصر, كفاءته مختلفه عن اللي صنعته في اليابان. عشان ابقى صريح طبعا الكفاءه بتختلف شويه, بس احنا ما فيش شك ان ما حدش بدا وصل للدور العاشر على طول. لازم نعدي ستيب كده. فاحنا بدانا بروتوتايب. طبعا البروتوتايب ده بيحتاج ار ان دي ريسيرش ديفلوبمنت, بيمر بخطوات عشان توصل للفاينل برودكت. اوكي. يعني لكن انت شايف انه لو اعتمدت على الماتيريال المصريه في يوم من الايام هتقدر توصل لنفس كفاءه الروبوت اللي انت صنعته في اليابان. شكل مرسيدس من التسعينات والثمانينات شكلها عامل ازاي ودلوقتي شكلها عامل ازاي. طيب. احنا لازم نمر بالبروسيس دي, بس نفسنا نمر يعني. خلينا نروح للبشمهندس محمد بقى, مشروع مختلف. هو روبوت برضه بس مختلف, اشرح لنا فكرته. هو الروبوت عباره عن روبوت متسلق. الفكرة في البداية جت طبعا ان في بعض شركات البتروكيماويات والغازات المسالة موجودة في اسكندرية وفي البحيرة والحتت اللي هي حوالين الجامعة المصرية اليابانية, طلبوا ان نعمل لهم سيستم روبوت يقدر يدخل جوه التنكات الكبيرة بتاع الغازات المسالة ويقدر يعمل انسبكشن, فحص لل. ده شكله نهائي برضه يا باشمهندس؟ تمام. طيب ده شكل الروبوت. هو بيقدر يتسلق الحوائط, بيقدر يمشي على السقف, ممكن يمشي جوه اسطح اسطوانية,
زي شبيهه بالظبط بالتنكات الكبيره اللي هي في الشركات اللي هو البتروكيماويات. وبالتالي الروبوت بيدخل جوه الفيزلز والحاجات دي، يقدر يشوف الاماكن المهمه جواها، يفحصها ويصورها ويبعتها بعد كده لفريق الصيانه بره، بحيث ان هو يحدد بالظبط الاماكن اللي هي محتاجه صيانه. في صعوبات واجهتك وانت بتصنعه برضو الاول في البدايه برضو؟ صناعه محليه ولا برضو مستورده الماتيريالز اللي انت بتستخدمها؟ هو يعني بعضها محلي وبعضها مستورد. ايه الصعوبات طبعا بقى اللي واجهتك؟ هل التكلفه؟ هل ان انت تلاقي اصلا الحاجات اللي هتشتغل بيها؟ ولا الحمد لله الدنيا مشيت حلو ومفيش صعوبات؟ لا، هو الحمد لله الامور تمام. يعني هو بس بيبقى بعض التمويل مثلا في البدايه ممكن بياخد البروسس بتاخد وقت شويه، بس الحمد لله الجامعه اليابانيه بتمول المشاريع بتاعتنا كلها والامور كانت ماشيه تمام. فبعض شركات البتروكيماويات فعلا عرضت علينا ان احنا نعمل لهم الروبوت ده، لان هم كانوا بيستاجروا شركات اجنبيه بتكلفهم مثلا حوالي من 200 ل 300 الف دولار في السنه. وبالتالي دي كانت بدايه الفكره. وبرده الاستاذ دكتور محمد فني المرشد بتاعي اقترح عليا الفكره دي في بدايه شغل الدكتوراه، فبدات اشتغل فيها والحمد عشان لله. عشان بالفعل يكون متسوق له جاهز، مش هتتعب في فكره التسويق. طب يعني والشركه او المصنع ده فعلا تم التعامل معاه؟ خد منك الروبوت، جربه، اتفق معاك انه هيشتري كميات مثلا يعني؟ تمام. هو انا قضيت 3 سنين دكتوراه بطور في الروبوت ده واشتغل فيه. طورت طبعا بروتوتايب هنا في مصر وبروتوتايب تاني في اليابان. بروتوتايب التاني كان متطور اكتر، وهو ده اللي هناخده بعد كده وهنروح طبعا الشركات دي بحيث ان احنا نجربه هناك ونشوف احتياجاتهم بالظبط ايه ونبدا نكمل عليه شغل. ان هو ممكن يصور الاماكن المهمه دي، نركب عليه كاميرات، سنسورز معينه، حاجات معينه. وبالتالي نشوف احتياجاتهم وايه ونمشي عليها يعني. طيب باشمهندس محمود، برضو المشروع بتاعك هل تم التواصل مع اي جهه رسميه في مصر، وزاره البحث العلمي على سبيل المثال، انه يتم تسويق المشروع بتاعك بعد كده؟ طبعا، يعني كان طبعا في ميتنج مع رئيس الجامعه عندنا، ان هو كمان دلوقتي في وزاره البحث العلمي، وهو قال لنا ان في حاجه اسمها حضانات للابتكارات الجديده دي. واحنا بالمناسبه قدمنا على مشروعات تبع الاس تي دي اف اللي هو صندوق العلوم والتكنولوجيا. ده بيدي فند للريسيرش، لو انت عندك يعني بروتوتايب، عندك فاينل برودكت عايزه توصليه للماركت، هو بيدي فند. ولازما بس اهم حاجه كان شرط ان يبقى في اند يوزر هتوصلي له القصه دي. بالظبط. احنا الحمد لله عملنا سيرفي على الماركت كتير جدا، شفنا النيدز فين. تواصلنا مع مصانع حوالينا في برج العرب وبره برج العرب، كان منهم مصنعين، منهم شركات متخصصه في الاغذيه، وشركات تانية محتاجاه مثلا في التعبئه الاوتوماتيك، وشركات محتاجاه في الدهان. ورينا لهم الفكره وهم ادونا ريكومنديشن ليتر ان هم هيبقوا الاند يوزر بتاعنا. والحمد لله احنا وصلنا بالبروتوتايب زي الدكتور محمد جوده ما بيقول، ان احنا كمان بعد ما خلصنا الحمد لله احنا دلوقتي في الفاينل بقى ستيب يعني، ومستنيين الفند اللي هو هيجي من الحكومه عشان نبدا نبني الفاينل برودكت اللي هو يبقى ينزل الماركت. الاند يوزر موجود الحمد لله، وعندنا 2 دلوقتي اند يوزر، ونبدا بعد كده نبيلد بقى ستارت اب مثلا، كومباني صغيره تبدا تشير البرودكت ده، مش في مصر بس، لان ده الروبوت ده في مصر هيبقى التكنولوجي اللي جاي. طيب يعني ده هايل، ده كلام هايل جدا. بس انا قبل ما نبدا الفقره كنت بسالكم عن مشروعات التخرج بتاعتكم. انتوا دلوقتي بتحضروا دكتوراه، فعدى وقت كبير على مشروع التخرج، وقلتوا لي ان مشروعات التخرج يعني كانت مشروعات مهمه ومثمره جدا، لكن في النهايه اتحطت في الدرج واتقفل عليها، خلاص ما تمش الاستفاده منها بعد كده. وكنت باشمهندس محمود بتحكي لي عن زيارتكم لليابان، وقلت لي ان عندك تجربه في كوكب اليابان الشقيق حابب تحكيها بخصوص الاستفاده من مشروعات التخرج بتاعه الشباب. بالظبط كده. هي الحاجه اللي يعني نفسي يعني امنيه حياتي تتحقق هنا في مصر، ان احنا نقفل الدايره. الدايره دي هي عباره عن الجامعه والصناعه والطالب. تمام. انا دلوقتي انت البرودكت بتاعك في الاخر كجامعه، انا بخرج طالب، الطالب ده لازم يبقى فيه الكواليفيكيشن المناسبه عشان يبدا يشتغل، يقدر يشتغل مهندس ناجح جوه الجامعه، جوه المصنع اسمه. فهم هناك في اليابان بيحصل انيوال ميتنج مع الديسيشن ميكنج بتوع المصانع مع دكاتره الجامعه. يوم دكاتره الجامعه بيعرضوا ابحاثهم الجديده والافكار الجديده اللي اتطرحت، فيقوم الراجل صاحب المصنع دوت معاه انفست، معاه فلوس، يقوم صارف الفلوس ديت ويقول له انا المعمل ده انا هديك مليون او 2 مليون دولار، والبرودكت اللي خارج ده عندي ده بتاعي، ده السوليوشن ده هينفع عندي. فخلاص دلوقتي البروفيسور خد الفلوس، جهز المعمل كويس،
جاب امكانيات كويسه للمعمل، طلع فاينل برودكت، في نفس الوقت نشر ابحاث، وفي نفس الوقت بيستغلوا كل مشروع بالزبط. خارج وكل بالزبط. بحث حاجة عمل، مفيش حاجة بتتحط في على الرف، كله سايكل مقفول. وده ساعد على ايه كمان؟ ان الطالب اللي خارج دوت حاسس بمشاكل الصناعه، مش خارج كده وهو مش عارف اصلا المصانع بتتكلم عن ايه، وعارف ان المشروع مش هيروح هباء، يعني هيتم الاستفاده منه، هو بيحل مشكله حقيقيه في الصناعه، مش بيعمل برضه فكره من الهوا يعني. طب انا اتمنى انه تجربتك في اليابان يعني تحاول تطبقها في مصر قدر الامكان، عشان هو مثال برضه على كلام محمود. يعني مثلا شركه تويوتا اللي هي بتاع السيارات في اليابان، غير بس ما نقول عامله معهد بحث كامل خاص بس بابحاث السيارات والكلام ده، فبالتالي بيربطوا مجال الصناعه بمجال الابحاث، مجال الجامعات، بحيث ان هو دايما يبقى فيه ابحاث ويطوروا المنتج بتاعهم دايما. طيب قولوا لي باشمهندس محمد، هل اشتركت في مسابقات، معارض عالميه، خدت جوائز؟ تمام. وانا اشتركت في معرض القاهره الدولي الثالث للابتكارات، كنت بمثل الجامعه المصريه اليابانيه. المعرض ده كان فيه جميع الجامعات المصريه كانت مشاركه فيه بالافكار بتاعتها، طلبه مشاريع وخريجين واساتذه وكده. شاركت برضو بالروبوت بتاع ده وعرضته هناك عملي. والحمد لله اخذنا جايزه في المعرض ده اسمها وايب تروفي، هي وورلد انتلكتشوال بروبرتي اورجانيزيشن، دي جايزه الملكيه الفكريه العالميه. تمام، هي الجايزه دي ممكن تمسكها طيب نشوفها يلا. طيب فدي اكاديميه البحث العلمي هي اللي كانت منظمه المعرض ده، وهي اللي منحتنا. هتشارك في مسابقات على نطاق اوسع، دوليه مثلا، عالميه؟ ان شاء الله. يعني أنا مقدم فعلا في مسابقة تبع ناسا، هي عاملة مجازين أو مجلة، زي مجلة كده ناسا، فكل واحد بيقدم الفكرة بتاعته وبيقيموها وبيبقى فيها يعني جوائز قيمة جدا. فده أنا فعلا بعت لهم أونلاين ولسه مستني الرد. طيب باشمهندس محمود، في حاجة مثيلة مسابقة دولية أو عالمية ممكن تشارك فيها؟ احنا بالنسبة لنا برضه الإمباكت بتاع الريسيرش بتاعنا، عشان احنا يعني جامعة بحثية، احنا الحمد لله تيم شغال في البروجكت بتاعنا ده، بداية من الدكتور محمد فني والدكتور عبد الفتاح محمود ومهندس عبد الله الجمال والمهندسة منار حسني. احنا الحمد لله ناتج الشغل بتاعنا ده عرضناه في مجلات علمية ذو قيمة علمية يعني على مستوى العالم الحمد لله، وحضرنا مؤتمرات عالمية عرضنا فيها البحث الحمد لله. الفيدباك بتاع الناس دي، لان الناس دي هم اللي بنوا الساينس يعني، الحمد لله كان كويس جدا عن الشغل بتاعنا. طيب، فده كان بالنسبه لنا كويس جدا الحمد لله. انا بشكركم جدا جدا جدا، انتوا شباب الحقيقه مشرف وواعد، وبيدينا دايما امل انه مصر في يوم من الايام هتبقى زي اليابان واحسن كمان. إن شاء الله. انا بشكرك المهندس محمود محمد مجدي، شكرا. باحث بالجامعه المصريه اليابانيه، شكرا جزيلا. والمهندس محمد جودة، باحث بالجامعه المصريه اليابانيه، بشكركم جدا، شرفتونا ونورتونا في 8 الصبح. مشاهدينا، ده كان نموذج من 1000 مليون يعني كتير قوي نماذج موجوده في مصر، شباب قادر فعلا ان هو يغير في مصر ويخليها في مكان تاني خالص. الفرق البسيط او يمكن اللي احنا مستنيينه، ان يتم استغلال المشروعات والابتكارات اللي بيتم عملها من الشباب دول، عشان نقدر نستفيد منهم، ما يتشالش مشروعاتهم في الدرج او ما نستفيدش منهم في وقت من الاوقات. انا بشكركم على متابعتكم لينا في 8 الصبح، نشوفكم بكره ان شاء الله في حلقة جديدة من 8 الصبح. ابدأ يومك صح.